الزمالك وسجلابه، قلت لك لن يحصل على اي نقطه في 6 مباريات الا النقطه اللي اخذها مع نادي الزمالك، وبالفعل بعد 15 ثانيه بيسجل فريق بيتو اتلتيكو، الفريق اللي فاجئنا كلنا لما اجريت القرعه قلنا يا ترى مين اول، الزمالك ولا الوداد؟ انما دلوقتي فريق بيتو اتلتيكو بيثبت ان هو هيصعد وقد يكون الاول، يعني حتى انا هو الاول، المباراه مع الوداد هتحدد من يكون متصدر المجموعه ومن يكون في المركز الثاني. كده حظوظ نادي الزمالك لو انتهت المباراه بالشكل ده تكون انتهت تماما تماما تماما. ولكن السرعه الصبر، انا في وجهه نظري ان الفريقين اللي هيصعدوا من هذه المجموعه هو صعود مستحق للهلال. طيب هذا فيما يخص ترتيب المجموعه الرابعه، نعود الان الى مواجهه حريه كونان.